يلا احفظ حكومتنا وقايدنا بو فهد خادم البيتين سيدنا هذا سلمان راع الحزم والقوة في وجهها العادي شاع من ضوة أرضنا بالهنا والخير معمورة دمها في ذر الله ثم خنورة يالله عز الملك والدين والدولة وانصر جنودنا واهلك معادينا يا لا 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 لا
يالله احفظ حكومتنا وقايدنا بوفهد خادم البيتين سيدنا هذا سلمان راع الحزم والقوة في وجهها العادي شاع من ضوة أرضنا بالهنا والخير معمورة دمها في ذر الله ثم خنورة يالله عز الملك والدين والدولة وانصر جنودنا واهلك معادينا. يا لا 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 لا.
يا لا 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 وانصر جنودنا واهلك معادينا يالله 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 احفاظ حكومتنا وقايدنا بو فهد خادم البيتين سيدنا هذا سلمان راع الحزم والقوة في وجهه العادي شاع من ضوة أرضنا بالهنا والخير معمورة دامها في درة وثم خنورة يالله عز الملك والدين والدولة وانصر جنودنا واهلك معادينا يا لا 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 وانصر جنودنا واهلك معادينا يا ولي العهد لك سمع وطاعة من رجال النهار الصيحة فزاعة عشت يا سيفنا البتار يا محمد عشت يا اللي بحكم شعبنا يا سعد يا سمو الوفا والعز والطيبة يا الشجيع موطني قبلة الإسلام وسراجة دورة الوقت ما تطفي توهاجة مهبط الوحي لا ريبة ولا شك طيبة الطيبة وام القرى مكة موطن من فضل ربي ومداته يا كثر ما تهنينا بخيراته يالله عز الملك والدين والدولة وانصر جنودنا واهلك معادينا يا لا اسمع من شمال الوطن لحد نجراني نحمد الله نعيش بأمن واماني مالك اشباه يدر السعودية كل يوم بك عيد وعيدية في جبال الوطن ولا بوديانه القلوب العطاشة منها رويانه يالله عز الملك والدين والدولة وانصر جنودنا واهلك معادينا يا لا لا لا
يا لا 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 لا
الإسلام وسراجة دورة الوقت ما تتفيت وهاجة مهبط الوحي لا ريبة ولا شك طيبة الطيبة أم القرى مكة موطن من فضل ربي ومداته يا كثر ما تهنينا بخيراته يالله عز الملك والدين والدولة وانصر جنودنا وأهلك معادينا يا لا اسمع من شمال الوطن لحد نجراني نحمد الله نعيش بأمن واماني مالك أشباه يدر السعودية كل يوم بك عيد وعيدية في جبال الوطن ولا بوديانه القلوب العطاشة منها رويانه يالله عز الملك والدين والدولة وانصر جنودنا وأهلك معادينا يا لا الشجيع الحكيم الصاطي الهايبة يالله عز الملك والدين والدولة وانصر جنودنا وأهلك معادينا يا لا 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 وانصر جنودنا وأهلك معادينا موطني قبلة الإسلام وسراجة دورة الوقت ما تتفيت وهاجة مهبط الوحي لا ريبة ولا شك طيبة الطيبة أم القرى مكة موطن من فضل ربي ومداته يا كثر ما تهنينا بخيراته يالله عز الملك والدين والدولة وانصر جنودنا وأهلك معادينا يا لا اسمع من شمال الوطن لحد نجراني نحن
يا لا 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 وانصر جنودنا وهلك معادينا. يا لا 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 لا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، الحمد لله الذي بلغنا ذو الحجة، والحمد لله الذي بلغنا يوم عرفة، والحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي جعلنا نرى هذه الوجه الطيبة. جماعتي وتاج راسي، بدأت الفكرة منذ سنوات طويلة، ولكن أحببت أن أجددها أنا والشباب معي في عيد شوال، ولكن بسبب التقويم الدراسي لم نستطيع أن نقيمها، فقررنا أن نقيمها في عيد ذو الحجة، عيد الأضحى المبارك الكريم. الشكر موصول لكل من شارك في هذه الأمسية الجميلة، سائلاً المولى القدير أن يحفظ الجميع بحفظه وأن يكلأكم برعايته. كلمة الافتتاح عند العم عوض عبد العزيز جابر، فليتفضل مشكوراً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأنقل إليكم سلام ومباركة أخي عبد الله جابر، ويعتذر عن الحضور لوجوده خارج الباحة لظرف طارئ، فيبلغكم السلام ويبلغكم المعايدة. أيها الجماعة الكرام، وفقكم الله. أولا، نشكر الله تبارك وتعالى على أن هيأ لنا هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا دائما مستمرا. ثانيا، نشكر الأستاذ الدكتور أحمد بن إبراهيم بن سعد على هذه الاستضافة في منزله العامر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في أهله وماله، وأن يجزيه عنا خير الجزاء. فهذه والله مبادرة طيبة أن يجمعنا في هذا المكان، فله منا والله خالص الدعاء وخالص الشكر والتقدير. ثالثا، نشكر الجنود الأخفياء والشباب البواسل، وفقهم الله مجلس شباب الباحة، وعلى رأسهم الابن الموفق المسدد خالد غازي بنيان، ومن معه من الشباب، فوالله يا أخوة يستحقون منا الشكر والتقدير على ما قدموا من جهد وما بذلوا من جهد من تنسيق وتنظيم لهذا اللقاء الجميل. وكم كنا والله يا إخواني، أنا أتكلم مع الدكتور قبل قليل، أقول أنا أتي من الرياض والعام المنصرم الأعياد السابقة، والله إني أمشي في الشوارع أبغى مكان أعيد فيه ما حصلت أحد. فالحمد لله على هذا التيسير وهذا اللقاء، ونشكر هؤلاء الشباب وفقهم الله على هذا الجهد. ونريد منا يا أخوتي في الله جماعة الكرام، نريد أن نعطي هؤلاء الشباب فرصة، فهم والله أمل المستقبل، وهم صمام الأمان، وهم المبدعين، هم الذين يستحقون أن يمسكون زمام الأمور في مثل هذه الاحتفالات. وهذا ليس غريب يا أخوتي، فهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام بعث جيشا عظيما فيه من كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فيه أبو بكر الصديق، وفيه عمر الفاروق، وفيه كثير من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين. ومن أمر عليهم شاب من الصحابة عمره 18 سنة، ما بلغ 20 سنة، وهو أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. أمره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الجيش، وفيه أبو بكر وعمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف صلى الله عليه وسلم أن الشباب هم القوة، وهم أصحاب الهمة العالية، وهم المبدعين. فنحتاج والله يا أخوتي في الله، نحتاج أن نعين هؤلاء الشباب بالدعاء والوقفة الصادقة معهم. وأنا من هذا المنبر يا أخوتي في الله، من هذا المنبر أدعو إلى إنشاء صندوق لمجلس شباب البحر، حتى يتمكنوا هؤلاء الشباب
حتى يتمكن هؤلاء الشباب من القيام بهذه المناسبات الجميلة ويمسكون زمام الأمور في أتراحنا، في أفراحنا وفي أتراحنا، فهم والله قد المسؤولية. فنشكرهم جزيل الشكر وندعو لهم ونسأل الله أن يوفقهم لكل خير. والله قد أثلج صدري أن الحضور كلهم من الشباب، ما شاء الله تبارك الله، شباب الباحة وشباب جماعتنا ما شاء الله متواجدين، نسأل الله أن يوفقهم. وهنا أنصح هؤلاء الشباب وأقول لهم يا شباب، يا شباب الجماعة، أنتم أمل المستقبل، أنتم الله تبارك وتعالى أكرمكم بنعمتين قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولا تكون هذه إلا في الشباب، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. إذا ما استغل الشباب هذا الأمر في طاعة الله جل وعلا وفيما يعود عليهم بالنفع والفائدة فهذا خسران مبين، نسأل الله العافية والسلام. جماعة الكرام، حتى لا أطيل عليكم، في آخر هذه الكلمة أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى. فنحن يا إخوتي في شهر عظيم، شهر ذي الحجة، ونحن في أشهر حرم. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أربعة أشهر حرم، وهي ثلاث متوالية: ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، وواحد منفرد وهو رجب. فالله جل وعلا أمرنا في هذه الآية قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلموا أنفسكم بالمعاصي والذنوب في مثل هذه الأشهر المباركة الطيبة. ونحن إخوتي في الله أيها الجماعة الكرام في هذه الأيام أيام التشريق، وهي كما قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولهذا اجتمعت في هذه الأيام نعمتين: نعمة الأبدان وهي الأكل والشرب، ونعمة القلوب وهي الذكر والشكر. فيا أخوتي في الله أيها الجماعة الكرام، ينبغي لنا أن في هذه المناسبات الطيبة أن نفرح بها والله، وأن نحرص على الاجتماع وعلى جمع الكلمة، وننبذ الافتراق والبغضاء والحسد والشحناء. والحمد لله الحضور طيب في هذه الليلة، نسأل الله أن يبارك في الحاضرين، وأكيد الذين لم يحضروا عندهم عذر من سفر، من مرض، من مناسبة زواج، ولكن بإذن الله، بإذن الله القادم أجمل، والسلامة القادمة إن شاء الله تعالى ب يعني دعمكم لهؤلاء الشباب سوف يكون هناك إبداع وإنجاز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأسأله جل وعلا أن يرحم موتانا وموتاكم، أن يرحم كل من فارقنا ولم يحضر مثل هذه الاجتماعات. نسأل الله جل وعلا أن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يتجاوز عنهم وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فليتفضل الدكتور البروفيسور أحمد إبراهيم ساعد فالكلمة الثانية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. خذ راحتك. مناسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الفضلاء، أهالي مدينة الباحة، يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب باسم والدي الشيخ إبراهيم بن ساعد، وباسم أخواني، وباسم أبنائي، وباسمي شخصياً، بمناسبة اختيار منزلي ليقام به احتفال أهالي مدينة الباحة الكرام لعيد الأضحى المبارك عام 1443 هجرية. وأقول لكم: يا ضيفنا لو زرتنا
لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. وبهذه المناسبة يسرني تهنئتكم بالعيد السعيد، فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير، كما أجدها فرصة مواتية لنرفع باسم أهالي مدينة الباحة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. كما نبارك لهما حفظهم الله نجاح حج هذا العام وعلى الجهود الموفقة التي بذلتها قيادتنا الرشيدة لراحة ضيوف الرحمن وتسخير كافة إمكانيات الدولة لذلك. أيها النبلاء الفضلاء أهالي مدينة الباحة، يسرني تهنئتكم بعودة اجتماعاتنا بعد فترة من الزمن من الانقطاع، وأتمنى بإذن الله تعالى استمراريتها بأقل التكاليف ليتمكن الجميع من الحضور بلا تردد. أهلي وجماعتي، فخري وعزوتي، أيها الفضلاء النبلاء أهالي مدينة الباحة، مكارم أخلاقكم وطيب سجاياكم عرفتم بها منذ الأزل، وهذه أبيات أخذتها بتصرف لأحد الشعراء وقلتها في أهالي مدينة الباحة: أهل مجد وأهل مسند وأهل مذهب وأهل شور وأهل قالة وأهل طالة وأهل منصب وكار، والدخيل مزبنينه والخوي عن كل جور، عودهم بتال شور، عودهم فتال شور، وغمرهم شباب نار. ارتكزنا في ربى الباحة وشيدنا القصور، عزوتي والباس جنبي كبيرهم وحتى الصغير. وأخيرا وليس آخرا، أتقدم بخالص الشكر وأجل التقدير لجماعة أهالي مدينة الباحة لمساهمتهم الفاعلة في إنجاح هذا الحفل. ودعونا نقدم بشكل خاص شكر لشباب مجلس أهالي مدينة الباحة الذين تواصلوا مع الجميع وقاموا بتجهيز مقر الحفل، وأخص بالشكر منهم الابن خالد بن غازي بن بنيان حفظه الله، والابن عبد الله زلفان، والابن معاذ مشهور، والابن خالد الرقاص، والابن خالد مهدي، والابن فيصل ساعد، والابن محمد محسن، والابن وليد العبادي، والابن فهد محمد راشد. أهلي وجماعتي أيها الفضلاء النبلاء أهالي مدينة الباحة، بإذن الله عز وجل يكون هذا الحفل بادرة خير على أهالي مدينة الباحة، لينطبق عليهم قول الشاعر: تبقى صنائعهم في الأرض بعدهم، والغيث إن سار أبقى بعده الزهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن لقصيدة للأخ عبد الله سعيد بنيان الغامدي. ضبط الشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسيكم بالخير جميعا. بعد ما شفت هذه الجموع الغفيرة قلت لابد أن يعطي كل واحد حقه، وفي كل واحد حقه يعني، فأقول في الجماعة بشكل عام وفي اللي قاموا بالحفل بشكل خاص: ارحبوا هيل عد السيل نيابة عن الشيبان، ترحيبة الغامدي في ضيوفه وفي بني عمه، العود الأزرق والشحم والبن للضيفان، وعيدنا هذه السنة عيدين فالذمة، اللابه اللي في مواقف أكثر من الأخوان،
زبن المجنة من نصاهم ينجلي همه. ثم الشكر لابن غازي وابن غازي إحصان. ثم الشكر لابن غازي وابن غازي إحصان ابن عمي اللي يجري الطيف في دمه. والمن شرع أبوابه ابن سعد البطران فيها المدح دايم لأنه وين في القمة. والمن شرع أبوابه ابن سعد البطران فيها المدح دايم لأنه وين في القمة. وكل واحد من جماعتنا عده من الشيخان جعل الله يديم فرحنا ويديم ذلمة. سحبتني سلامتكم يا أخوان. قصيدة للأخ فيصل علي المحسن، يتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم طيبين. أسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يديم علينا حكومتنا الرشيدة، وأن يديم الألفة والمحبة بيننا. ومن لا يشكر الناس لا يشكره الله. بيض الله وجه من ساعة ومن عمل في نجاح هذا الحفل. إن شاء الله أني مجمل، الشباب فاجعوني فيها. أقول يا سلام الله سلام السلاطين، تسليم وافي للرجال الوفية. يا مرحبا وأهلين وحده وثنتين، والواحدة تسوى عندي تريليون مية. ترحيب تسحب بساط الشياطين، والشعب عزك لا تجيك المنية. محمد بن سلمان طلق الحجاجين، تاج المراجل والفخر حي مبداه. من هيبته يهتز عرش السلاطين، المدح له ينساق والمجد يزهى. الفارس الصمام درع الميادين، العز لبسه والكرم غيث يمناه. يا وطن ما عليك خوف دام زهران، بني عم غامد الهيلة سيوف ثقيلة. احتمي في غامد ونادي على زهران، رجال الباحة من عصور قديمة. شاعر ومثل غامد وسط الميادين، فيني طناخة راس وقت الحمية. وسلامتكم. عليكم. قصيدة لوالدي وتاج راسي عمي سعود البنيان، فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة ابن خالد فاجأني وأنا ما رتبت والله قصيدة معينة، لكن أما من قولي فلا، وأما من منقولي فابشروا والله، لو تبغون من الحين إلى الصبح يعني ترى الموضوع عادي مفتوح. طبعا هذه القصيدة هي مدح في الباحة، وقالها شاعر اسمه أحمد ابن هنيدي، وهو من قرية مسب. والرجل هذا جلس جار في الباحة تقريبا 8 أشهر، وطبعا كانوا أهل الباحة حامين له بكل ما تحمله الكلمة من معنى. بعد ما غلقت أشهر الجورة اللي كان فيها في الباحة، طبعا تمثل بكثير من الأبيات، أبيات يمكن أن تقال وأبيات أخرى يعني ربما لا يمكن أن تقال. فيقول في إحدى قصائده: اللهم صلي على محمد. شلت الأمداح لأهل الباحة من مسكت وحضر موت، شلت الأمداح لأهل الباحة من مسكت وحضر موت. بيضان أبهام القمر والشمس، وبها من خيوط الفضة، روس عمدانا من الفضة وعمدانا من الذهب، والخضر والياس واسماعيل ومحمد بها بدوا. فلمن خدت السنة ونام حشم عندهم ومكرم، ومنوني ملحفة والشمس ومن الجوع والظما. طبعا أعتذر عن المقاطع الأخيرة لأنه فيها تجاوزات، فيعني أعتذر عنها. طبعا هو له قصيدة ثانية يقول أنت يا ذات قلبي تنظر الباحة كيف ألوانهم، أهبط السوق ولا تنشد ولكن تنظرهم بعينك،
أهل ذيك الوجه الراضية والقلوب اللي شدات. آه مولاد عامر شرحة الضيفة والبندق وجيرة، أهل ذيك الفعايل ذهبوا في الشفا والحاوية، والجنبان وافع والمسابت عليهم ليتين. أنا بمدح في الباحة ومن ضاق يقضم حيد مروة، مروة تندر انيابه ومنها يروح المشطحين، وقلوب هنيدي قالها ووصلوها دار دار، وقلوب هنيدي قالها ووصلوها دار دار. وسلامتكم. وفي الختام نتمنى لكم التوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يالله احفظ حكومتنا وقايدنا، بو فهد خادم البيتين سيدنا، هذا سلمان راع الحزم والقوة، في وجهه العادي شاع من ضوة، أرضنا حضر يا هجوس الشعر بالجازلة.
من شمال الوطن لحد نجراني، نحمد الله نعيش بأمن واماني، مالك اشباه يده سلام تسليما يبدا وينشرى، تسليمة تصل صداها بيت بيت، والراية البيضاء في أعماقها مرفوعة لانصابها دعوة خثيمي وعبدلي. يا لا 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 سلام تسليما يبدا وينشرى، تسليمة يصل صداها بيت بيت، والراية البيضاء في أعماقها منصوبة لانصابها دعوة خثيمي وعبدلي. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، والله يعطيكم الصحة والعافية ومن العائدين، وبيض وجيهكم على هذا الاجتماع وقومة العرضة. أول مرة أشوف العرضة دير كامل من أول ما عد قصد الشاعر. البقاء يا لا 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 مرحبا عند اليسيدي صلب غامد من كما الباحه إلى دار الفلك. مرحبا عند اليسيدي صلب غامد من كما الباحه إلى دار الفلك. لا 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 لك بياض الوجه منا يا ابن ساعد، فاتح صدرك وفاتح منزلك. لا 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 لك بياض الوجه منا يا ابن ساعد، فاتح صدرك وفاتح منزلك.
السلام عليكم وكل عام وانتم بخير. هلا 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 والليلة جينا لحفلة كبيرة عالمية بعد ما جانا رسائل وخالد جابنا قبل بدعاء المثايل والقصيد. يا سلام الله الحفلة شرف واليوم عيد. يا سلام الله الحفلة شرف واليوم عيد. يوم قالوا حفلة جاير هراس الشفا. يوم قالوا حفلة جاير هراس الشفا. والليلة جينا لحفلة كبيرة عالمية بعد ما جتنا الرسائل وخالد جابنا. قدام بدعاء المثايل والقصيد. يا سلام الله الحفلة شرف واليوم عيد. يوم قالوا حفلة جاير هراس الشفا. يوم قالوا حفلة جاير هراس الشفا. والليلة من بعد جينا لحفلة عالمية بعد ما جتنا الرسائل وخالد جاب. قدام بدعاء المثايل والقصيد. يا سلام الله الحفلة الشرف واليوم عيد. يوم قالوا حفلة جاير هراس الشفا. والليلة من بعد جينا لحفلة عالمية قد ما جتنا الرسائل وخالد جاء. يا لا 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 يا هل الباح احترم داحكم عمد وقصيد. أمدحكم وأزيد في مدحكم وأمدحكم وأزيد فمدحكم معكم وعيد. أمدحكم وأزيد في مدح ما ثم لا 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 احترم داحكم عمد وقصيد. مدحكم واجب عليه وباكرر وعيد. جبركم ذا الليلة عندي كما راس الشفا. يلي سيدي عالمك ما يخالف عالمية يا رضا روحي ويا عزها وحجابها.
السلام عليكم، مساكم الله بالخير، كل عام وانتم طيبين ان شاء الله. يا لا 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 يا لا 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 اجتمعنا الليل في بيت من عز البيوت عند ابن سعد عسى الله يبارك له وفيه ما حضرت إلا رضاكم وجيت إلا محبة لو دعاني مثلكم ما أقدر أتعذر منه يا سلام الله على اللي مواقفهم تسر يا هل البحل الباحة عادت عيادكم في كل عام اجتمعنا الليلة في بيت من عز البيوت عند بن سعد عسى الله يبارك له وفيه ما حضرت إلا رضاكم وجيت إلا محبة لو دعاني مثلكم ما أقدر أتعذر منه يا سلام الله على اللي مواقفهم تسر يا أهل الباحة عادت عيادكم في كل عام اجتمعنا اليوم في بيت من عز البيوت بيت ابن سعد عسى الله يبارك له وفيه ما حضرت إلا رضاكم وجيت إلا محبة لو دعاني مثلكم ما أقدر أتعذر منه تعذر منا ضيف الضيف يا اخي من يسر
أنا كم عومت وسط البحر والكلام، وأنا كم عومت وسط البحر والكلام، قمد ليلى ولا يافت مني وفيه، قمد ليلى ولا يافت مني وفيه، الشغل مخمس فالملا لا محب إلا بيت للبخل يوم نتعذر. يا لا 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 يا لا 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 مملكتنا رقمها الأول ولا ترضى تجي الأخيرة ونحن في حكم الملك سلمان يبقى نورنا زهراني وولي العهد مثل أكبر جبل لا قر له قرار حكمنا الحكم السعودي ما حد متجاهل معروفها شوية بالله يا شباب هدوء حكمنا الحكم السعودي ما حد متجاهل معروفه ونحن تحصننا ونحن تعصمنا حصون المجد لا لمجاد عاصمها يالله ان نطلبك في الصحه وفي الغفران وفي الباحه انا مشغول عن الشعار ما ندري متى اسمها انا مشغول عن الشعار ما ندري متى اسمها مملكتنا رقمها الأول ولا ترضى تجي الأخيرة ونحن في حكم الملك سلمان يبقى نورنا زهراني وولي العهد مثل أكبر جبل ويقر له قرار
حكمنا الحكم السعودي ما حد متجاهل معروفها ونحن تعصمنا حصون المجد لا الأمجاد عاصمها يالله ان نطلب كفى الصحه وفى الغفران وفي الباحه انا مشغول عن الشعار ما ندري متى اسمها انا مشغول عن الشعار ما ندري متى اسمها يا لا 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 يقول كل عام والملك وارض الوطن في نعمة وخير منطقتنا كانت تسمى بلاد الغامد وزهراني لنجاح حكم الملك فيصل وباسمه صدر القرار سماها الباحة على اسم القرية اللي بهلها معروفة 64 عام وقرية الأمجاد عاصمها والله لو ما انتم كفو والنعمة فيكم يا رجال الباحة ما يكون قرية وكل المنطقة تدعى على اسمها ما يكون قرية وكل المنطقة تدعى على اسمها لا 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 كل عام يعود والقايد كل عام يعود لا 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 اخرعتموني بالسنابات والجوالات يا لا 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 كل عام والملك وارض الوطن في نعمة وخير منطقتنا كانت تسمى بلاد الغامد وزهراني لنجاح حكم الملك فيصل وباسمه صدر القرار سماها الباحة على اسم القرية اللي بهلها معروفة 64 عام وقرية الأمجاد عاصمها والله لو ما انتم كفو والنعم فيكم يا رجال الباحة ما يكون قرية وكل المنطقة تدعى على اسمها ما يكون قرية وكل المنطقة تدعى على اسمها Thank you.
لا 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 صحت لسانك على ما قلت يا بن غنيم أمجاد غامض نخلدها لطول الزمان وفعل غامض يشرف واسم غامض كبير تشهد به الناس والتاريخ ما ينكره صحت لسانك على ما قلت يا بن غنيم أمجاد غامض نخلدها لطول الزمان وفعل غامض يشرف واسم غامض كبير تشهد به الناس والتاريخ ما ينكره تشهد به الناس والتاريخ ما ينكره صحت لسانك على ما قلت يا بن غنيم أمجاد غامض نخلدها لطول الزمان وفعل غامض يشرف واسم غامض كبير تشهد به الناس والتاريخ ما ينكره لا 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 وعزوتي ما انشد الشدوان لابني كبير وشاعر القاي في المحضار من ياي وابن غنيم غنمت يا اخي زمان انزل وابن غنيم ولا تراني في المحضر ورز امان ولا تراني في المحضر ورز امان وعدوتي ما انشد الشدوان لابني كبير وشاعر القيف في المحضر من ينك
لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا مرحبا يا الحريري وانت شاعر عظيم نحسبك من روس غامد وانت عند زهران ربعي بني سيده الخيل انت غير بغير تاريخهم كلهم جاد العرب تذكره مرحبا يا حريري وانت شاعر عظيم نحسبك من روس غامد وانت عند زهران ربعي بني سيده الخيل انت غير بغير تاريخهم كلهم جاد العرب تذكره لا 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 وكلمة الحق يا أخي ما تغير بغير وكلمة الحق يا أخي ما تغير بغير شعر وعندي على حز السفر تذكره الشرف ما نعظيم وتهتنى النور ذا قدامنا يا زهران وتهتنى النور ذا قدامنا يا زهران وكلمة الحق يا أخي ما تغير بغير شعر وعندي على حج السفر تذكر
لا 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 احنا وياكم لنا وقفات من ذا القديم، والمنطقة في تواجدنا بخير وضمان. انتم لنا عز ولا جن النهار الخطير، واذا اعتزيتم بنا ما عد لنا معذرة. احنا وياكم لنا وقفات من ذا القديم، والمنطقة فيه تواجدنا بخير وضمان. انتم لنا عز ولا جن النهار الخطير، واذا اعتزيتم فلا عنكم لنا معذرة. لا 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 لا. شف عدوتي رحب بالضيف ويضا الخطير، واللي بيزرع دخن معادي المعذر. السيف ذا بارع ما هو شبيه القديم، شعر ولا نعم سجل عند باب الضمان، شعر ولا نعم سجل عند باب الضمان. شف عدوتي رحب بالضيف ويضا الخطير، واللي بيزرع دخن معادي المعذر.
الله يعطيكم العافية. والله ما يزين العرضة والمجالس اللي الشيبان دول ما ودنا يقعدوا. الله يعطيهم الصحة والعافية. والشباب ودنا يشاركون والله كلهم. وبيض الله وجيهكم. ها؟ طيب. لا 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 ما نعتزل لا بمطلق في المواقف حكيم. أما الحريري سمعنا هرجته في لسان والنخله اللي يجي من توجها من تمير قصده بيندر تمرها والبلاح اندره من اعتزل بمطلق في المواقف حكيم أما الحريري سمعنا هرجته في لسان والنخله اللي يجي من توجها من تمير قصده بيندر تمرها والبلاح اندره لا 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 ما غير لا عاد تحكمنا بلوم تمير غير لا عاد تحكمنا ترى من تمير ما غير لا عاد تلمح لي بلا حندرة ما نذكر إلا إلهي ربنا أهو حكيم تجار غامد ولا حد يافت في لسان تجار غامد ولا حد يافت في لسان ما غير لا عاد تحكم لا ترى من تمير ما غير لا عاد تلمح لي بلا حند
لا 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 ماني بجاهل في الدنيا ولاني غشيم أميز لي عشر وأميز لي ثمان ناس تنازل لها وغض عنها النظير وناس نقدر نمشيها على المسطرة لا 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 ماني بجاهل في الدنيا ولاني غشيم أميز لي عشر وأميز لي ثمان ناس تنازل لها وغض عنها النظير وناس نقدر نمشيها على المسطرة ماني بجاهل في الدنيا ولاني غشيم أميز لي عشر وأميز لي ثمان ناس تنازل لها وغض عنها النظير وناس نقدر نمشيها على المسطرة لا 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 أنا في الباحة تشبه مثل حي النظير أنا في الباحة تشبه مثل حي النظير خلك معي للعلا لأن العلا مسطرة سيلان في أرض الخبت سوى غشيم وأنا معي في ديار الخبت واللي ثمان وأنا معي في ديار الخبت واللي ثمان وأنا ترى وأنا في الباحة تبصر تشبه مثل حي النظير خلك معي لا العلا لأن العلا مسطر
في قصدي أصوم وأصلي وعبد الحليم وأنا وبركنا البندقة وسيوفنا بارتكان يا صالح إن كان طاح الدلو من راس بير ما عاد يمديك ترمي الحيد بالمنقرة ما تجي يا شيخ من رأس بير ترى الحكم ما تجي يا شيخ من رأس بير راح ابن شداد من قدام والمنق باهلوي من بعد عبد الحليم أفلح ربا باهلوي من بعد عبد الحليم أنهم عرب يا فت أنهم عرب كيف نهرج يا فتى بارتكان أنهم عرب كيف نهرج يا فتى بارتكان أنهم عرب كيف نهرج يا فتى بارتكان ترى الحكم ما تجي يا شيخ من راس بير راح ابن شداد من قدامه والمنقى
لا 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 أعوذ بالله من إبليس اللعين الرجيم. قم يا ربي أفهم الكلمة بلا ترجمان، وقل لخالد يسلم للقضاء والقدير، لعاد يبكي عليك المتف المقبرة. أعوذ بالله من إبليس اللعين الرجيم. قم يا ربي أفهم الكلمة بلا ترجمان، وقل لخالد يسلم للقضاء والقدير، لعاد يبكي عليك المتف المقبرة. نعوذ بالله من إبليس اللعين الرجيم. قم يا ربي أفهم الكلمة بلا ترجمان، وقل لخالد يسلم للقضاء والقدير، لعاد يبكي عليك المتف المقبرة. صايد قدير والصقر صقر ولا يشبهكم المقبر. جاء له رجيم شيطان مكة دياه العام، جاء له رجيم وانا معي من ورا الطيف وفي إطار جمان، وانا معي من ورا الطيف وفي إطار جمان، وشاعر القيف في المقراع يا أخي قدير، والصقر صقران ولا يشبهكم المقبر.
لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يقول كنت راعي غنم يا ربيع غير شبنا وجار الزمن باقي راسين من ذا الحلال بيش عيد مع المسلمين واحد ما ختم ستة أشهر والثاني قاح مجد الغنم لا 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 كنت راعي غنم يا ربيع غير شبنا وجار الزمن باقي راسين من ذا الحلال بيش عيد مع المسلمين واحد ما ختم ستة أشهر والثاني قاح مجد الغنم كنت راعي غنم يا ربيع غير شبنا وجار الزمن باقي راسين من ذا الحلال بيش عيد مع المسلمين واحد ما ختم ستة أشهر والثاني قاح مجد الغنم لا 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 انا وكنت اسمر ما في مشكله انا مثل القمر يا اخو وشهر انا مثل القمر يا اخو وشهر والذي ما كسب ما غنم الصيف والربيع أرفع الصوت وراء الزمن أرفع الصوت وراء الزمن الذي بالورق مسلمين الذي بالورق مسلمين أنا مثل الشهر يا أخو أشهر الذي أنا مثل الشهر يا أخو أشهر وأنا مثل الشهر يا أخو الشهر والذي ما كسب ما غنم يا لا 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 لا
يا لا 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 يا لا 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 يا حماد بن سعد بمثلك نفتخر بين الرجال عزوتك من غامد الهيلة شديدين العزوم أنت لا الأجيال والتعليم رمزا يقتدى به والثقة توج بها شخصك مدير الجامعة يا حماد بن سعد بمثلك نفتخر بين الرجال عزوتك من غامد الهيلة شديدين العزوم أنت لا الأجيال والتعليم رمزا يقتدى به والثقة توج بها شخصك مدير الجامعة يا حماد بن سعد بمثلك نفتخر بين الرجال عزوتك من غامد الهيلة شديدين العزوم أنت لا الأجيال والتعليم رمزا يقتدى به والثقة توج بها شخصك مدير الجامعة يا حماد بن سعد بمثلك نفتخر بين الرجال عزوتك من غامد الهيلة شديدين العزوم أنت لا الأجيال والتعليم رمزا يقتدى به والثقة توج بها شخصك مدير الجامعة لا عاد تام وقت داب والذي صلى بنا يا اخي صلاة جامعة البحر والبرجال وانت معزوم مع أصحاب الشرف وأنا معزوم وانت معزوم مع أصحاب الشرف وأنا معزوم الله يا خبت الشقا لا عاد تام وقت داب والذي صلى بنا يا أخي صلاة جامع
قصيدة الأخ عبد الله بعدها مسحباني فورا. أنا والله نسيت مجلس إمام الجماعة من القصيدة اللي قبل شوية، ولا بد من أن نعطيهم العوض. يا لا 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 يا لا 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 أنتم جماعة فارقة فالعرب، ونحن ما كنا إلا لفينا ضيوف، ولا جابنا إلا طيب شايب عزم خالد ولد غازي وشباب الجماعة، ووالده مشهور فعله يجمله. عدها ابشر ابشر. انتم جماعه فارقه فالعرب، ونحن ما كنا الا لفينا ضيوف، ولا جابنا الا طيب شايب عزم خالد ولد غازي وشباب الجماعه، ووالده مشهور فعله جمله. اضرعت يا اخي. انتم جماعه فارقه فالعرب، ونحن ما كنا الا لفينا ضيوف، ولا جابنا الا طيب شايب عزم خالد ولد غازي وشباب الجماعه، ووالده مشهور فعله جمله. طبعا برد على الرجال، وبعدين اذا يبغون مسحباني نغير مسحباني ابشروا. يا لا 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 بقيت يا راعي الحكم والعرب، يا قارية الباحة نضيف ضيوف، وكل قلب في المواقف عزم دعوة لي سيدي لاجتمعنا جماعة، انحنها للتاريخ والجمالة. مسحباني يا حسن، مسحباني ولا؟ يا لا 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 لا. أبونا صف يا شباب شباب.
لا 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 يا لا 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 اليوم كأني مشرف قصر الحكم ذاي والصاف وثره بيوت ابن سعد اليوم كأني مشرف قصر الحكم ذاي والصف وثره بيوت ابن سعد بيوت ابن سعد اليوم كأني مشرف قصر الحكم ذاي والصف وثره بيوت ابن سعد بيوت ابن سعد اليوم كأني مشرف قصر الحكم ذاي والصف وثره بيوت ابن سعد يا سلام يا سلام لا 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 كني برج من مشرف يصحابنا قوم وصف هات الحكم وابن سعد كني برج من مشرف يصحابنا قوم وصف هات الحكم وابن سعد
يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يحييها من رجاجيل وعزها من قبيله غامد ولا غير غامد يحييها من رجاجيل وعزها من قبيله غامد ولا غير غامد يحييها من رجاجيل وعزها من قبيله
الله يعطيكم العافية، بس نبغاكم تشيلون البيت الأخير إلى ليلته. سلام. يا لا 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 نلقى الشفا في تهامه. يا لا 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 نلقى الشفا في تهامه. أخاف من ذا المداقيل ومن صفوف الرجاجيل نلقى الشفا في تهامه. سلام يا سلام. لا 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 نلقى الشفا في تهامه. أخاف من ذا المداقيل ومن صفوف الرجاجيل نلقى الشفا في تهامه. والصقر ما هو بام خالد مسوي معها حيل خالد يسوي معها حيل والصقر ما هو بام. خالد مساوي معها حيل خالد مساوي معها حيل والصقر ما هو بهامه والصقر ما هو بهامه. يا
يا لا 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 يا خالد إن كان تقدر تهد منعا ولا انصب وظن ما فيك حيلة يا خالد إن كان تقدر تهد منعا ولا انصب وظن ما فيك حيلة يا خالد إن كان تقدر تهد منعا ولا انصب أظن ما فيك حيلة يا خالد إن كان تقدر تهد منعا ولا انصب لكن ما فيك حيلة تقدر لي هاجس من تقدر يشبه كمال نهل الانصاب حد حداب الكحيلة لي هاجس من تقدر يشبه كمال نهل الانصاب حد حداب الكحيلة لكن شدامة ميلة
ما غير زينه ومنظر جبال بالنار تنشب وما شدا ما تميله لكن شدا ما تميله ما غير زينه ومنظر جبال بالنار تنشب لكن شدا ما تميله شدا ما تميله ما غير زينه ومنظر جبال بالنار تنشب لكن شدا ما تميله منظر ما انا بخايف ومنظر واخاف ذا الحين تنشب واخاف ذا الحين تنشب وتميل عشرين ميله وتميل عشرين خلي ذا لكن تحادي وجمال خلك على قول الأول كل يجود دليله لا صرت حادي وجمال خلك على قول الأول كل يجود دليله
حادي وجمال خلك على قول الأول كل يجود دليله لا صرت حادي وجمال خلك على قول الأول كل يجود دليله يا لا 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 ليله وما لذ ليله يا شيخ الأول تحول يا الله يا رب جمل يا شيخ الأول تحول ليله وما لت ليله الجن. أنا شفتك يوم استحبت الرجال يا لا 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 يقولون يا شيبة الجن الشيبة وهب راسي يا خوفي يا أهلي وناسي يقولون يا شيبة الجن لا 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 لا
شيبة الجن الشيبة وهب راسي يا خوفي يا أهلي وناسي يقلون يا شيبة الجن فالبحر والناس ناسي فالبحر والناس ناسي والنهل يا شيبة الجن والنهل يا شيبة الجن مشروع فاس سوق حامي يا لا 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 يا لا 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 مشروع فاس سوق حامي لخالد الشكر ينقال وربعه ابطال جهد والمدح يستاهلونه لخالد الشكر ينقال وربعه ابطال جهد والمدح يستاهلونه لخالد المدح الشكر ينقال لخالد الشكر ينقال وربعه ابطال وجواد والمدح يستاهلونه
لخالد الشكر ينقال وربعها بطال وجواد والمدح يستاهلون. من قال سلمت يا أخي ومن قال سلمت يا أخي ومن قال شريت لي خيل وجواد ثرباني يستاهلون شريت لي خيل وجواد شريت لي خيل وجواد ثرباني يستاهلون. يا لا 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 يا لا لا لا. يا نخلة بيت ربي مستبشرة بالمطوف ما تختلف عن جناها يا نخلة بيت ربي مستبشرة بالمطوف ما تختلف عن جناها. يا نخلة بيت ربي مستبشرة بالمطوف ما تختلف عن جناها يا نخلة بيت ربي مستبشرة بالمطوف ما تختلف عن جناها. يا لا 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 يا لا 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 ما يصرف إلا جناها يا لا 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 يا لا 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 ما يصرف إلا جناها.
وصل الحرام بيت ربي هني لعين المطوف ما يصرف إلا جنا. وصل الحرام بيت ربي هني لعين المطوف ما يصرف إلا جنا. يا لا 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 يا كم ويا كم تمنيت وكم على الزفر ونيت ما فاد كثرة مني. يا كم ويا كم تمنيت وكم على الزفر ونيت ما فاد كثرة مني. أحب صوت الغواني واشجي مع اللي شجاني يخفف الحمل عني. أحب صوت الغواني واشجي مع اللي شجاني يخفف الحمل عني. يقولون غير لعب باغي اللعب يعني. لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. هدوا هدوا بس شوية يا شباب. يا لا 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 لا. في قرية الباحة أبطال ورجال. يا لا 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 لا.
في قرية الباحة أبطال ورجال قاموا بحفلة التواصل في العيد والشكر موصول لك يا ابن سعد دكتور أحمد معه قصر معمور ما كنا إلا قصور الحكومة الباحه ابطال ورجال قاموا بحفل التواصل في العيد والشكر موصول لك يا ابن سعد دكتور احمد معه قصر معمور ما كنا الا قصور الحكومه في قرية الباحة أبطال ورجال قاموا بحفل التواصل في العيد والشكر موصول لك يا ابن سعد دكتور أحمد معه قصر معمور ما كنا إلا قصور الحكومة يا لا 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 من قال يا لا 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 إذا نعم رجال ما يندم رجال من غير أكرر كلامي ولا عيد الكفو لازم احنا مع الكفو واجب نساعد الشحم والهيل والبهن معمور والحفلة هذا مقام حكومة Thank you.
لا 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 وراعي الزهود يا العبد لله الحكم وانشدانا والله لزعت الحكم وانشدانا ونعرف السيف بارع وفيصل وراعي الزهود يا العبد لله الحكم وانشدانا والله لزعت الحكم وانشدانا ونعرف السيف بارع وفيصل وراعي الزهود يا العبد لله الحكم وانشدانا ونعرف السيف بارع وفيصل وراعي الزهود يا العبد لله الحكم وانشدانا ونعرف السيف بارع وفيصل وراعي الزهود يا العبد لله يا لا 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 العبد لي عزوة الشيخ فيصل وموقف الجهود العبد لله
لا 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 ما عاشت غامد حنشتنا والعبد لي عزوة الشيخ فيصل وموقف الجهود العبد لله يا لا 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 من قال يا أخي يا لا 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 يا لا 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 يقول البف تريناه ولا سرينا البف تريناه ولا سرينا ما كل من خاذ جمل يا تجمل ابغي قبيلان يا عادل قبيله البف تريناه ولا سرينا ما كل من خاذ جمل يا تجمل ابغي قبيلان يعادل قبيله يقول البف تريناه ولا سرينا ما كل من خاذ جمل يا تجمل ابغي قبيلان يا عادل قبيله يا لا 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 يا إلهنا كان يا الله سرينا في قرية الباحة حفلة انت مجمل وكل رجال يسوى قبيلة إلهنا كان يا الله سرينا في قرية الباحة حفلة مجمل وكل رجال يسوى قبيلة بقي معي قصيدة بس تخص الكبار في السن. يقول تفرق الناس عني بعد ما شاب عرضي
لا واهني الذي بقي ولد ما بعد شاب من ليلة امسي وانا صبب على الشايب حنا والناس يقولون حتى لو تصبغت شيبة لا 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 تفرق الناس عني بعد ما شاب عرضي لواهني الذي بقي ولد ما بعد شاب من ليلة امسي وانا صبب على الشايب حنا والناس يقولون حتى لو تصبغت شيبة عسكرية عسكرية العسكرية نسوي عسكرية نسوي عسكرية نسوي عسكرية نسوي عسكرية نسوي عسكرية نسوي عسكرية أنت بقول عاد عن أحمد يبغى له سير نسوي عسكرية نسوي عسكرية واحنا جيناكم مرحبا بالله واحنا جيناكم واحنا جيناكم مرحبا بالله واحنا قفينا في سبيل الله اوه يعطيكم العافية قول عرض 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 بالله ما بيدقوه عرض خير نبغى عرض خير اختموه بعرضه شوية ابو 10 دقايق خلاص كده هيهبوا لنا 5 دقايق بالحشمة يا اخوان